السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فقد وردت النصوص الكثيرة التي تبين فضل الهدية وفوائدها. قال ابن قدامة: الهدية والهبة والصدقة والعطية كلها متقاربة المعنى، وهي تمليك في الحياة بلا عوض، والعطية تشمل ذلك كله. ولكن هناك فرق بين الهبة والصدقة والهدية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة الأفاضل، ذكر أهل العلم أن الهدية مستحبة. قال تعالى عن ملكة سبأ بلقيس في كتابه سبحانه حاكيا عنها: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وقد رد نبي الله سليمان عليه السلام هذه الهدية لأن فيها إغراء له ليرجع عنها وعن قومها. روى البخاري في صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. ومعنى يثيب عليها أن يرد الهدية بمثلها. وروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوتي بطعام سأل: أهو صدقة أم هدية؟ فإن كان صدقة قال لأصحابي كلوا ولم يأكل معهم، وإن كان هدية ضرب بيده فأكل معهم. وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: أوتي بلحم لبريرة مولاة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم، فقالوا: يا رسول الله، هذا صدقة لبريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم. فروى البخاري في صحيحه من حديث عائشة أنها قالت لابن أختها عروة ابن الزبير: إن كنا لننظر إلى الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال عروة: ما كان يعيشكم يا خالة؟ ليس هناك طعام. قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكان عندهم منايح أي إبل، وكانوا يعطوننا فيسقينا النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الأفاضل، حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الهدية، لأن في الهدية إدخال للسرور على قلب المسلم ونزع للعداوات والبغضاء بينهم. فروى البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تهادوا تحبوا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الهدية ولو كانت شيئا يسيرا. فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه. فرسا شاه هو موضع حافر الفرس، وقال بعضهم هو العظم قليل اللحم. المهم أنه شيء يسير جدا. بل جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، والكراع
أو الكراع كما قال شراح الحديث من الدابة ما دون الكعب. ولو أهدي لي كراع أو ذراع لقبلت. قال ابن حجر وجمع بين الكراع والذراع، والذراع كما هو معروف يد الشاة، قال لأنه جمع بين الحقير والشيء الثمين، جمع هنا بين الحقير والشيء الثمين ليدل على أن الهدية تقبل مهما كانت، فجمع هنا بين الذراع وبين الكراع. والهدية لا ترد إلا إذا كان هناك سبب يدعو إلى ذلك. فروى الإمام أحمد المسند من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. وجاء في الصحيحين من حيث الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً بودان أو بالأبواء، فرده النبي عليه الصلاة والسلام فتغير وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده عليك، أي هذه الهدية، إلا أن حرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال ابن حجر: وفيه رد ما لا يحل من الهدية، وفيه أنه لا يجوز أو قبول ما لا يحل من الهدية. ولذلك جاء في سنن أبي داود من حديث عائشة أنه جاءت هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حلة من النجاشي فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقلبه بين أصابعه وهو معرض عنه. ثم دعا بأمامة، أمامة ابنته زينب أبوها أبو العاص، فقال: يا بنية تحلي بهذا. ويهدى للأقرب من النسب أو القرابة أو المكان، لما جاء في الصحيحين أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أعتقت وليدة لها، أي جارية لها، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أعطيتيها، أي هذه الجارية، لأخوالك كان أعظم لأجرك. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. وهناك هدايا لا ترد. فروى البخاري في صحيح من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد الطيب. وروى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عرض عليه الريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. أيها الإخوة الأفاضل، هناك بعض الأحكام المتعلقة بالهدية أذكرها على وجه الاختصار. فمن ذلك أولاً أنه لا يجوز الرجوع في الهدية، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. وقد استثنى العلماء رحمهم الله الوالد فيما يعطي ولده ويرجع عن هديته أو عن هبته، وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما روى أبو داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لأحد أن يرجع في عطيته إلا الوالد فيما يعطي ولده. ثانيا، هل يجوز قبول هدية النساء؟ جاء في الصحيحين من حديث أم حفيد خالة ابن عباس أنها أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وإقطا وأضبا، ضب جمع ضب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل من الإقط والسمن وترك الضب تقدرا منه. قال أهل العلم إن ذلك جائز، قبول الهدية من المرأة
إذا أمنت الفتنة. ثالثا إذا أهدت المرأة شيئا من صداقها إلى زوجها فلا حرج في قبوله. قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. رابعا إذا كانت الهدية على شكل رشوة كمن يعطي القضاة أو الشرط أو الموظفين الذين عينوا من قبل الولاة لإسقاط حق أو إثبات باطل فهذا حرام. قد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا من الأزد إلى الصدقات يقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، فذهب هذا الرجل ثم رجع وقال: هذا أهدي لي وهذا لكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد غضب: أفلا جلس في بيت أمه وأبيه فينظر أيهدى له أم لا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئاً إلا جاء يوم القيامة وهذا إلا جاء ويوم القيامة إن كان بعيراً له رغاء وإن كان بقرة له خوار وإن كان شاة تيعر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بلغت اللهم فاشهد. خامساً وأخيراً يجوز أن يهدي المسلم إلى الكافر ترغيباً وتأليفاً له في الإسلام. فقد جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته حلل فأعطى عمر حلة منها فقال عمر: يا نبي الله كيف تعطيني وقد قلت ما قلت في حلتي أو في حلة عطارد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لم أعطكها لتلبسها. فأخذها عمر فأعطاها أخا له مشركا بمكة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.